مساء الخير. قد تكون واحد من الأشخاص غير المهتمين بعملية التقييم الخاصة بالتطبيقات أو حتى البرامج اللي بتستخدمها، لكن التقييمات دي بالنسبة لأصحاب المنتجات تمثل جزء من ثروتهم. مش بس كده، لكن في كتير من الأحوال بيعتبر كثير من المستخدمين أو بيعتبروا إنها وسيلتهم للضغط على سياسات الشركات اللي بتصدر هذه التطبيقات. الخوف من التقييمات السلبية بيدفع بعضها إلى اللجوء لعملية إظهار شعار التقييم كل مرة سيتم استخدام التطبيق أو حتى وسط المواد اللي تبث عليه. ده غير عمليات التلاعب اللي بتقوم بها شركات لزيادة تقييمها. خلونا نتعرف أكثر عن التلاعب اللي قام به تطبيق بودكاست في متجر أبل. بينضم إلينا من القاهرة خبير الإعلام الرقمي الأستاذ فادي رمزي. أستاذ فادي، مساء الخير وأهلا بحضرتك. يعني حابين نعرف معاك أولا يعني خلفية هذه المسألة، أن تقوم بودكاست بتغيير التقييم الخاص بها على متجر أبل، هل هذا الأمر فعلا ممكن؟ اهلا بحضرتك وبالمشاهدين جميعا. اللي حصل، بودكاست هو احد تطبيقات ابل على المتجر الالكتروني بتاعهم. في 25 اكتوبر نزل التحديث الجديد لنظام تشغيل iOS 15.1، ومعاه ظهر بعض التعديلات. كان ببساطه اللي حصل على الابلكيشن، تطبيق بتاع بودكاست، ان اثناء سماع البودكاست يتخللوا ظهور شاشه بتطلب من المستخدمين ريتنج، تقييم للتطبيق، وعشان كده زاد بسرعه مهوله خلال الايام اللي فاتت الريتنج بتاع التطبيق لحد ما وصل لاكثر من 4.7 في وقت قليل جدا. فهي يعني في جدال، هل دي بسلامه نيه او بسوء نيه عشان نقدر نزود الريتنج بتاع التطبيق ده على المتجر بالشكل ده؟ في النص بيظهر للناس الريتنج، بيدوسوا على 5 نجوم عشان يقدروا يكملوا سماعهم للبودكاست. ايه أشكال التلاعب المختلفة أستاذ فادي بمسألة التقييم؟ يعني هل في طريقة واحدة يتم بها التلاعب، ولا في أكثر من طريقة يمكن من خلالها تغيير التقييم الخاص بتطبيق على متجر ما؟ في أشكال كتيرة جدا، ولكن خلينا الأول نوضح للمشاهدين في طريقتين على المتاجر. الريتنج أو اللي هو التقييم اللي هو من 0 إلى 5 نجوم، وفي الريفيو اللي هو تعليق المستخدم على التطبيق. عادة الأسهل والأسرع بيكون الريتنج، لأن المستخدم بس بيدوس على رقم أو عدد نجوم. دايما النسبة أكتر بكتير في الريتنج أكتر من الريفيو اللي بتستلزم من المستخدم أنه يقعد يفكر ويكتب ريفيو. كتير قوي من التطبيقات بتقدر تتلاعب مع موضوع الريتنج، عشان آخر الإحصاءات بتقول أن مستخدمين أبل 80% منهم بيشوفوا الريتنجز وبيقروا الريفيوز قبل ما يعملوا تحميل للتطبيق، وبالتالي مهم جدا الموضوع ده. منها الطرق للتحايل، مثلا شراء الريتنجز، ان انا بقدر اتفق مع مجموعه من الناس مثلا تخش تعمل ريتنج، لان زي ما بقول لحضرتك هو الموضوع بياخد سنتين او ثلاثه. ففي طرق كتيره للتحايل على الريتنجز، او ان احنا نكتب فيك ريفيوز او ريفيوز غير حقيقيه على التطبيق، سواء بالشكل الايجابي او السلبي. والامر ده بالتاكيد يؤثر على مصداقيه المنصه، واكيد هيكون له رجعه صدى سلبي. لكن خلينا الاول استاذ فادي نستعرض هذا التقييم. احنا سالنا الناس على صفحتنا بتويتر، هل تهتم بتقييم التطبيقات على متاجر التطبيقات؟ فأجاب 73% بأنهم غير متهمين أو مهتمين عفوا بالتقييم الخاص بالتطبيقات على المتاجر، أما 27% فأجابوا بأنهم مهتمين بالفعل بقراءة التقييمات. عايز أعرف من حضرتك، وتقريبا نفس النسبة أستاذ فادي أو قريبة من النسبة اللي تحدثنا عنها، وهي الأغلبية غير مهتمة، من هنا هل فعلا لا توجد جدوى من مسألة التركيز لهذه الدرجة على التقييمات الخاصة بالتطبيقات؟
قد يكون النسبة قليلة، الناس اللي مهتمة بالتطبيقات، لأن عادة في الوطن العربي أو في مصر بننزل التطبيقات اللي احنا مهتمين بيها أو عارفينها أو أولها وأشهرها، تطبيقات بوسائل التواصل الاجتماعي أو الخدمات أو ما إلى ذلك. ولكن على الجانب الآخر، إذا أنا بنزل تطبيق أنا مش عارفه، إذا بخش على المتجر بعمل بعملية بحث على نوع أو كاتيجوري شكل من أشكال التطبيقات وبيديني اختيارات كتيرة، أعتقد أن أنا لازم هبص على الريتينجز والريفيوز قبل ما أنزل أي شيء، حتى من وجهة الأمان على تليفوني هشوف ده بيستخدم البيانات اللي على تليفوني إزاي. فطالما أنا عارف التطبيق مش ههتم بالريتينجز أو الريفيوز، ولكن إذا كنت ببحث في كاتيجوري أعتقد أن هنا هيزيد يعني شغفي أو فضولي ان انا اقرا واعرف اكتر عن التطبيق ده. جميل، انا بشكرك جزيلا ضيفنا من القاهره خبير الاعلام الرقمي استاذ فادي رمزي، شكرا لوجودك معنا.